يسعد أوقاتكم مشاهدينا، كل عام وأنتم بألف خير، صوما مقبولا وإفطارا شهيا إن شاء الله. نواصل في مشوارنا بالتأكيد المسابقات والأسئلة والطرود التي دائما وأبدا هي من خلال شركة البريق للمنظفات والتسويق، وفي برنامج بتحداك نواصل في مشوارنا في محافظة طول كرم وفي قلب المدينة في هذه اللحظات في هذه الدقيقة. يسعد أوقاتك، كل عام وأنت بألف خير. عرفنا عنك قاسم إبراهيم. طيب قاسم، يا قاسم إحنا برنامجنا اسمه بتحداك برعاية شركة البريق للمنظفات، كل أنواع المنظفات موجودة لدى هذه الشركة. جاهز تتحدى؟ جاهز. يلا سؤالنا بيقول يا قاسم، من هو آخر من توفى من الصحابة؟ آخر من توفى من الصحابة أبو بكر الصديق؟ لا للأسف الشديد يا قاسم. شوي محاولة ثانية. عثمان. لا للأسف، كل عام وأنت بألف. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. الصحابي المكنى بأبي هريرة، نسمع كثير نقلا عن أبي هريرة وكذا. عبد الله بن كل عام وانت بألف. حول هون يعطيك العافية، كل عام وانت بألف. انت بألف خير. برنامجنا اسمه بتحداك برعاية شركة البريق للمنظفات. جاهز؟ جاهز. سؤالنا بيقول من هو الصحابي المكنى بأبي هريرة؟ سامع في أبو أبو هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني في نقل الأحاديث النبوية الشريفة دائما نحكي أبو هريرة. شو اسمه؟ أبو جر. للأسف الشديد غير صحيح، كل عام وأنت بخير. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. السؤال بيقول في هذه اللحظات ما هي أطول الكائنات الحية عمرا؟ السلحفاة. بتاخذ معنا في هذه اللحظات جائزة من البريق، بتربح جائزة من البريق في هذه اللحظات، وبنقول لك كل عام وانت بألف خير. شو بتحب تحكي لهم؟ يعطيهم ألف عافية ومنتجاتهم ما شاء الله عنها، وكل عام وانتم بخير والجميع بخير ان شاء الله. وانت بألف خير، يعطيك العافية. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. احنا في برنامج بتحداك برعاية شركة البريق للمنظفات. جاهز تتحدانا؟ جاهز ان شاء الله. سؤالنا بيقول في هذه اللحظات والتحدي، ما هو بحر الظلمات بدون بحث على الإنترنت؟ بحر الظلمات. إيش هو بحر الظلمات؟ إجابات خارجية تغير السؤال. إيش سامع؟ لا. ولا أي محاولة؟ لا. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا رب. يسعدك. إذن إحنا بنكمل في هذه اللحظات، يسعد أوقاتكم، كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم بخير. هياك يلا. احنا برنامجنا اسمه بتحداك برعاية شركة البريق للمنظفات. جاهز؟ يا شو احنا سؤالنا بيقول ما هو بحر الظلمات؟ عمرك سامع؟ بحر الظلمات سمعت فيه. ايش؟ سمعت بحر الظلمات. سمعت بس شرط شنابه؟ لا للأسف. سمعت فيه انا. كل عام وانت بخير، حياك يا الله. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. سؤالنا بدنا نغيره بالتأكيد في هذه اللحظة، اللي بيقول يوجد حيوان مفترس إذا أصابه الجوع أكل صغاره، فمن هو هذا الحيوان؟ السكر. للأسف خاطئ. كل عام وانت بخير، كل عام وانت بخير. صحة سلام. أول شيء إحنا برنامجنا اسمه بتحداك برعاية شركة البريق للمنظفات. جاهز تتحدى؟ جاهز. طيب سؤالنا بيقول يوجد حيوان مفترس إذا أصابه الجوع أكل صغاره، مين هو هذا الحيوان؟ مفترس. شاطر، هاي بلش حل. المفترس. للأسف. كل عام وانت بخير. عندك أي إجابة لهذا السؤال؟ كل عام وانت بخير. بخير. إحنا سؤالنا بيقول في حيوان مفترس إذا جاع أكل صغاره، إيش هو هذا الحيوان؟ البس. مفترس يا زلمة، البس. مفترس. الضبع. لا، كل عام وانت بخير. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. برنامجنا باسمه بتحداك برعاية شركة البريق للمنظفات، إذا بتجاوب صح بتاخذ جائزتك. جاهز؟ يلا جاهز. طيب سؤالنا بيقول ما هو الحيوان المفترس الذي إذا جاع أكل صغاره؟ الحيوان المفترس إذا جاع أكل صغاره. مفترس. مفترس. الضبع. أعطي محاولة. الضبع. لا للأسف الشديد. طيب احنا بنحاول هون نشوف، كل عام وانت بألف خير. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
احنا برنامجنا اسمه بتحداك برعايه شركه البريق للمنظفات، جاهزه تتحدي عشان تاخذي مجموعه من المنظفات رائعه جدا. ان شاء الله ان شاء الله. سؤالنا بيقول ما هي الشجره المقصوده في قوله تعالى وشجره تخرج من طور سيناء؟ اي شجره مشهوره؟ النخله؟ لا، شجره معروفه هيك فلسطينيا كثير معروفه بدنا نربحها، يعني مش مجال حط شو اسمه يعني. طب هل هي شجره التين ام شجره الزيتون ام شجره اللوز؟ التين. لا للاسف معروفه دائما يعني الزيتون. الزيتون يعني احنا بدنا نحسب لك اياها، بتربح من البريق في هذه اللحظات بالتاكيد. شو بتحبي تحكي لهم شركه البريق للمنظفات؟ شكرا لهم ان شاء الله بالنجاح. كل عام وانت بخير. شركه البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافه. لنسالك سؤال حلو هيك سريع سريع عشان نربحك، تمام؟ احكي لي شركه البريق خمس مرات. شركة بريد، شركة بريد، شركة بريد. شركة، لا شركة البريق. شركة بريد، شركة بريد، شركة بريد، شركة بريد، شركة بريد. 100% وبتاخذ معنا هذا الطرد يا كريم. بنحكي لك كل عام وانت بخير، شو بتحكي لشركة البريق؟ بخير. هذه لماما بدك تعطيها، تمام؟ إذا في هذه اللحظات وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج بتحداك مع شركة البريق للمنظفات. إلى هنا دائما وأبدا نجدد إن شاء الله الأمنيات على أمل أن نلتقي في لقاءات قادمة في هذا البرنامج، وأحيي كل من الزميل عبود زغلول من خلف الكاميرا، وأحييكم في الإعداد والتقديم أنا وفاء زيدان، وإلى اللقاء.